بالرغم من وقته الضيق، واحنا عارفين قد ايه الفترة دي كانت حرجة جدا، بس اهتم انه يقعد مع حضرتك ويهتم بفريق الشباب ويكلمك عنه. بس انا عايزة اسألك انت عن العناصر الاساسية اللي ممكن تشارك قريب جدا في الفريق الاول، امتى ممكن يكون؟ لا امتى دي بتاعت المدير الفني لا من وحسب، وجهة نظر، لا انا بتكلم على حسب الجاهزية لا هو طبعا جاهزيه، هم يعني هم ما جاهزين. شاء الله جاهزين من السنه اللي تمام. فاتت، لان هم يعني حتى في مجموعه منهم بدات فتره الاعداد من مع فايلر فترة بعد قريبة. بعد يعني بعد فتره كان التوقف بتاعه العربي بدأ. كورونا. يعني في عربي موجود وفي وشكري شكري وفي فخري وال يعني من يومين شادي كمان، وشادي وشادي برضو شادي كان موجود، بس شادي كان على كان فترات، بيطلع وينزل، على لا مش بيطلع وينزل، فترات كان بيبقى مع مع كابتن كابتن ربيع ربيع في بالظبط، المنتخب، وبعدين لما منتخب شباب. بيحتاجوه بالظبط كده. الفترة اللي فاتت دي يعني من 3 أيام كده برضو صعدنا 4 لعيبة موجودين، يعني في فارس طارق وفي ميدو وفي عبد الرحمن مانو وفي أحمد عبد القادر اللي هو كان في تشيك في ولسه تيكا راجع ده. فدلوقتي احنا بنتكلم ده 10، ده رقم، ده بيلعب 10 10 وممكن يلعب بيقولوا لعيب جناح كويس. من ها قوي، لعيب لعيب كويس. كويس جدا. وأنا حتى يوم الاجتماع اللي هو كان مع موسيماني وكان مع رشحته له. قلت له يعني ده ولد كان موجود وكان بيلعب بره في تشيك، قلت له ده محتاج ان انت تشوفه في الملعب، يعني تشوفه معاك في وسط ايه اللعيبه شايف فيه بتاعت يا الفريق عمرو الاول. مميز انت يعني؟ بص هو لعيب كوره مهاري، عنده ثقه كبيره جدا في نفسه، عنده حته التكمله في يعني خلف المهاجمين، ودي بيكمل حاجه كرة راس حربة طبعا تاني. طبعا عنده حته التحرك من غير كوره دي كويسه جدا، طب حلو قوي بيخلق الكلام نفسه ده، مساحات طبعا كويس. يعني. وبعدين واخد الامور بجديه، مش حته ان هو عشان جاي وبيتمرن مع فريق الشباب مركز فبيتمرن في الحتة دي. مركز مش جدا، مركز اه جدا. ده كويس، ده كويس. فانا شايف ان ده ان شاء الله يعني مع الوقت ومع الاحتكاك مع الفريق الاول، لا ان شاء الله ان شاء الله. هيبقى له دور. يعني انا برضو شايف ان شكري برضو ممكن ياخد فرصه، فخري في فارس برضو، يعني انا برضو ده من الناس اللي انا يعني متوسم فيه ان شاء الله انه في المستقبل القريب يعني يبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. دايما يعني ما بنتكلم من وقت يعني تولي موسيماني المهمه بانه حرص على انه يكون مهتم بالعامل النفسي لدى اللعيبه. مظبوط. بتشوف ازاي ده اثر بشكل ايجابي على اللعيبه تحديدا؟ يعني شفت هو عمل كده بشكل لافت للنظر مع مين من اللعيبه في الفريق الاول؟ مع قفشه. قفشه. يعني انا شايف شكله اتغير، طريقة اداؤه أداؤه اتغير، حتى يمكن في لقطه في بعد الماتش، الجول بعد الجول بتاع لما الوداد هناك، الجون الاول لما راح طبعا لحضره. تحس فعلا ان في يعني لغة ما بينهم. طبعا طبعا لا لا